ما معنى إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحيه عن السائل؟ لأن السائل يريد أن يفتيه ببقائها معه، يريد أن يفتيه ببقائها معه، يسأل الرسول هل تبقى معه؟ الرسول أعرض عنه، فمعنى هذا أنه ما يبقى معها، أنه لا يبقى معها. نعم، أحسن الله إليك. فكان إعراضه بمنزلة الفتوى، لأن لو كانت تحل له لقال لا بأس، فكونه أعرض عنه هذا بمنزلة الفتوى، وهي أبلغ من القول، الفتوى بالفعل أبلغ من القول. نعم.